عندما أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية أن قواتها المتمركزة في قاعدة ظفرة تعاملت مع الهجوم بنجاح. لكن من هي هذه القوات الأمريكية المتمركزة في الإمارات؟ حوالي 5000 جندي أمريكي في عدة قواعد إماراتية، أهمها قاعدة ظفرة في أبوظبي التي لم تعترف واشنطن بتمركز قواتها فيها حتى عام 2017. هي موطن لحوالي 3700 جندي أمريكي، يندرج بعضهم في جناح الرحلة الاستكشافية رقم 380. تضم القاعدة طائرات مسلحة بدون طيار ومقاتلات شبحية من طراز F-35، إضافة إلى سرب استطلاع رقم 99 المسؤول عن توفير المعلومات الاستخباراتية الحرجة لأعلى مستويات القيادة الأمريكية. هي القاعدة الوحيدة خارج الأراضي الأمريكية التي تحتوي على طائرات F-22 التي تعتبر من أكثر الطائرات الحربية قدرة على التخفي وتمنع واشنطن بيعها لأي دولة. ميناء جبل علي في دبي هو الأكثر ازدحاماً بالقوات البحرية الأمريكية في المنطقة بسبب قدرته على إرساء حاملات الطائرات الأمريكية. كما تتواجد القوات الأمريكية في قاعدة الفجيرة البحرية الواقعة على شواطئ خليج عمان، تم افتتاحها عام 2010 ضمن مساعي تجاوز الاعتماد على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تسيطر إيران على ضفته الشمالية. الإمارات ليست مركزاً للقوات الأمريكية فحسب، بل تتواجد فيها منشآت عسكرية فرنسية وقاعدة عسكرية أسترالية، إضافة إلى مقرات لجهازي الأمن العام الداخلي الشباك والموساد الإسرائيليين، بحسب صحيفة إسرائيل هيوم الإسرائيلية.